بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رب الخير جميعا. هنتكلم عن الميثود get element by class name، وفي الطريقة دي هنمشي بنفس الوتيرة اللي مشينا فيها عن ال ID. الفرق ان احنا ايه المرة دي كانت المرة اللي فاتت كانت ID، المرة دي بتكون عبارة عن ايه؟ المرة دي بتكون عبارة عن الكلاس. انا عندي في عندي ثلاث كلاس، عندي البادي مديها كلاس اسمه كونتينر، وعندي اثنين دي وكل واحد واخد كلاس مختلف فيهم. لما رحت للدوكيمنت بتاعي عملت ريلود وقلت له دوكيومنت دوت جيت element by class name، وافتح البرنتسيس وسيمي كولن في النهايه واكتب مثلا الكلاس بتاع البادي. انا الكلاس بتاع البادي كنت مسميه كونتينر على ما اظن، كونتينر. لو انا عملت انتر هيقول لي والله ده البادي، ده الكونتينر بتاع البادي. حتى لو وقفت هيقول لك ده بالنسبه للكلاس بتاع البادي. كان انا عندي اثنين كلاس ثاني، كان عندي كلاس الكلاس كان اسمه كلاس واحد تقريبا. لو انا كتبت غير ده وكتبت كلاس واحد او زيرو واحد مش فاكر، تقريبا كلاس واحد دبل اس واحد انتر، هيقول لي الكلاس ده كان خاص بالبي. لو انت وقفت عليه هيقول لك ده الكلاس الاولاني، وهكذا. الطريقه دي تقدر من خلالها انك تنادي على العناصر لاستخدام الكلاسز اللي انت اسندتها اليها عن طريق وصول من اتش تي ام ال. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.